وصلنا لفقرة مطبخ، خلينا نشوف شيف فراس وين وصل بطبقة. أنا بداية البرنامج قلت لكم راح نبقى رايحين جايين لحد ما يكمل الطبق ونتذوقه، وأكيد راح نقول لكم إذا كان الطعم شنو بالضبط. يعني أنا ما راح أقول إذا كان طيب أو لا، لأنه الشيف فراس خلص هو فنان، لكن أنه راح نشوف الطعم شنو بالضبط. شيف فراس، شنو التحضيرات اللي وصلنا لها؟ شكرا جزيلا. شكرا لك، ورحب مشاهدين كرام مره ثانيه. يعني عندي العجينه بديت عديتها اثناء فتره الانتقاله، واللي هي عباره عن مجموعه من المواد. راح نتحدث عن مقاديرها الان بشكل سهل وبسيط وسلس ايضا، يعني حتى يكون سهل على ربه البيت انه تعد هذا النوع من البسكت داخل المنزل. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي العجينه صارت جاهزه، واللي هي عباره عن 1 كيلوغرام طحين، ضفنا لها 500 غرام زبده، 150 غرام سكر، واربع بيضات. اربع بيضات صارت عند العجينه كامله، مع اضافه كوب واحد من الحليب الباودر. اي حليب عندنا متوفر باودر ممكن نضيف كوب واحد. طبعا طعم الانواع من نوع لاخر يختلف، لكن الباودر نختار احنا نوعيه جيده ونشتغل بها. المكونات امامكم الان على شاشه مشاهدين الكرام، اللي هي مثل ما ذكرناها، واللي هي طحين 1 كيلوغرام، ايضا زبد 500 غرام او نص كيلوغرام. عندنا ايضا مع الزبده سكر 150 غرام، واربع بيضات، وكوب واحد حليب باودر. هاي مكونات العجينه. المرافقات اللي راح تصير مع العجينه، اللي هي راح نزين بها، راح يكون عندنا شوكليت صوص اللي يعني جهزته مسبقا الان على حراره هادئه حتى يبقى محافظ على قوامه لين جو بارد. وايضا عندنا مع الشوكليت صوص راح يكون مكسرات مرافق ايضا لهذه لعمليه التقديم. عندي العجينه هنا مثل ما تشاهدون، تحتاج الى عجن اكثر من مره. العجانه تقريبا بقت فيها 10 دقائق الى 15 دقيقه تعجن حتى تكون جاهزه. طبعا الطحين وضعناه، ووضعنا الزبده اللي هي عباره عن زبده بدرجه حراره الغرفه، يعني مو سائله مو مذوبيها على الحراره، لا بدرجه حراره الغرفه، يعني خليناها بناء وقريب على الطباخ حتى من حاله الطباخ تبدي تذوب، يعني تصير كريمه، زبده كريميه. وضفناها للطحين، بعد ذلك ضفنا كوب الحليب، وضفنا ايضا الاربع بيضات والسكر مطحون. حطينا الطحين والسكر بالبدايه والحليب باودر، بعد ذلك ضفنا الزبده، وبعدها ضفنا الاربع بيضات واحده بعد الثانيه. مع العجن المستمر صار عندنا هذا الشكل تشاهدوه، او هاي العجينه السوفت اللي تشاهدوها. عندي هنا نقطعها الى قطع او شنق، ايضا بالشكل هذا، هذه شنقة وهذه شنقة اخرى. هسه مثل ما تشاهدون انا عندي كل التفاصيل صارت عندي هنا على الطاوله. اللي راح اسوي، راح ابدي الان اخذ قطعه من العجين، نحاول قدر المستطاع انه احنا نرتبها ونبدي هالشكل نوزع العجينة. بسم الله. بشكل سهل وبسيط نفرش العجينة بدون ضغط عالي. هكذا اقول بدون ضغط عالي. نبدي نقطع العجينة. هالشكل اللي تشاهدوه. درجة حرارة الفرن 150، مو تنسون، يعني لازم احنا من نوصل 180 نزيد شوية. بسم الله. هذا القطع،
بدي نسحب العجينة أيضا من جوارها حتى تخرج عندي قطع كاملة. الطريقة نجيب فقط سباتيول. بسم الله. نبدأ نوضع بالصينية هالشكل. أيضا قطعة ثانية وثالثة. قطعة رابعة. درجة الحرارة مو تنسون 150 مئوية. أنا عندي هنا سمك أقل من سنتيم أيضا. الشكل نبدأ نسحب التفاصيل هاي مثل ما تشاهدون. عندنا فقط هذا القالب راح نسويه سادة، القالب الثاني راح يكون عندنا بالمكسرات. الآن بهالشكل هذا نرفع القطع. طبعا إذا كانت الطاولة خاصة للعمل تكون أسهل عملية الرفع. أيضا تدهن بالزبدة. نبدأ نفرش عليها البسكت. الشكل عندنا نحتاج لسه 3 قطع تقريبا او 4 حتى تكون عندنا صينية كاملة. نفرش واحدة تقطع هذه خلاص.
الشكل ايضا. هاي الطريقه الاولى. طبعا الطريقه الثانيه ايش راح ناخذ احنا؟ راح نسوي العجنه حتى تكون شويه سهل امامكم، لان البارت القادم راح تشاهدون كيف راح نبدي نجهز تفاصيل اخرى. اخذ كميه بسيطه من المكسرات، الشكل البسيط. وراح ابدي اقطع ايضا هالتقطيع. هالطريقة ايضا. نبدأ نسحب الاطراف. حتى نبدأ نسحب القلوب. مع ذلك. على القلوب هالشكل ونرصها بالطبق. نستمر بهذه العملية تقريبا، نحتاج إلى وقت حتى نكمل القالب مالتنا مال القلوب أيضا، حتى نبدي بعدها عملية الشوي داخل الفرن. بسم الله. الطريقة أيضا. حتى نبدي بهالشكل هذا نكمل باقي التفاصيل. اترك الكاميرا عن زملاء، انتقل فقرة اخرى مشاهدين الكرام. طبعا رائحة البسكويت وصلت لهنا، وقبل شوي كنا نتحدث اني وابادر عن الروائح اللي وصلت لهنا. خلينا نشوف شيفراس وين وصل. شكرا جزيلا. احنا بدينا المرحلة الأولى وانتهى عندي شوي البسكويت. هاي نوعين نشوفهم عندي بشكل تام. نسحب هاي الصينية الثانية أيضا. نوضحها بالشكل. بسم الله. وعندي هنا القطع هاي، طبعا عندي الصينية هنا بردت. بسم الله الرحمن الرحيم. هالشكل. انتظرها شوية بس تبرد، لأنه يعني احتاج تكون باردة أكثر حتى يبدأ يسكب فوقها الشوكولاتة. إذا هي حارة مشاهدين الكرام ترى تتهشم، يعني لازم شوية تبرد. يلا بعد ذلك نبدي نحركها ونخرجها من القالب بهدوء طبعا.
لما تشاهدون هي شوية حتى قريبة من الشكر لما، لكن الشكر لما هي عبارة عن دهن وسكر وطحين فقط، بالإضافة إلى رشة من الفانيلا. شو تريد أستاذ؟ شو تريد؟ نسويها إن شاء الله، الله كريم. عندي هنا مثل ما تشاهدون هذا النوع الثاني، انتظر فقط يبرد شوية، لأنه إذا ما برد تماما راح يسوي لنا مشكلة يتهشم، وبالتالي راح نخسر كثير إذا تهشم عندنا. هسه احنا ايش راح نسوي؟ راح نبدي ناخذ هاي القطع مثل ما تشاهدون، وناخذ كمية من الشوكليت صوص، يعني ناخذها بهالشكل هذا، نحطها على الشبكة. بسم الله. احنا نحتاج تقريبا يعني شوية وقت حتى تكون باردة تماما يعني. بسم الله. ايش راح نسوي هسه؟ احنا عندنا اكو كيس ب صوص شوكليت، طبعا هذا صوص شوكليت انا مخليه على بخار هادئ جدا حتى يبقى محافظ على قوامه، مو يسخن وانما يبقى محافظ على قوامه. تقطع طارق بس شوية. استاذ انت اليوم ذا بعد تراثي. هي اللقيماتيه نفس الداطلي مشاهدين الكرام، بالنسبه للقيماتيه نفس الداطلي مالته ترى، بس كل ما هنالك انه يفتحون فتحه بالداخل مالته ويحشوه كريمه او قشطه وتسمى اللقيمات. هي عليها رواج، هي طريقه تركيه لاعدادها طبعا، مو طريقتنا الشعبيه اللي احنا نشتغل بيها، لا طريقه تركيه وعليها رواج جدا عالي. ان شاء الله الايام القادمه راح نسويها. عندي هنا قطع بسكت مثل ما تشاهدون، راح ابدي اخذ الطبق الاول، راح نخلي بداخله. بسم الله. خلي بداخله هذه القطع، وطبعا انتظر ذاك يبرد ايضا حتى نعطيه شويه شوكليت، واستمر بعمليه وضع قطع الكوكيز او قطع البسكت بهالشكل هذا مع رشه فستق اخضر مثل ما تشاهدون، مطحون مو مبروش، مطحون حتى يعطيني جماليه اكثر، واستمر بوضع القطع واترك كاميرا الزملاء ينتقل لفقرة اخرى. نعم مشاهدينا الكرام، شارفنا وقاربنا على اختتام الحلقة، ولكن قبلها ودائما في وجود شيف فراس نتحدث عن الخطوات النهائية لطبقنا هذا اليوم. هو جاي زين البسكويت اللي مسويه، طبعا ما سوف لكم مسوي لنا أكلة خاصة بيناتنا غير البسكويت، يعني أكو أشياء زينة مو هيك شيف فراس؟ أكو غير البسكويت. أكو غير البسكويت أكيد، وعليها فلفل حار. طبعا هي اللي جمعتكم هنا بسكويت ثاني بس عليه فلفل حار. عليه فلفل حار. كل عام وانت بخير. وانتم بألف خير يا ربي، السعادة والفرح والتفاؤل والضحكة الحلوة دائما على وجهك الجميل. نعم شيف فراس، أنا هسه بديت يعني هاي آخر شيء بالطبق الأول، الخطوات الأخيرة لزينة، آخر شيء بالطبق الأول عندنا جاهزة. طبعا هاي ايش لعذني؟ متين منها؟ هذا على كيفك ايش لعذ؟ أخذ هاي أفضل لك شوية. أنت صدق تحكي وين؟ بدر؟ أي هذا أفضل لك. صح زين طبق الأشياء هذا الطبق موجود عندي؟ خلي انا اساعدها. تمام تمام يا ولد، بس خلي امسح الشيء شوي ما يخالف. شوف فراس سؤال، كنا قريب على الشكر لما. لا هذا بسكت، الشكر لما تختلف، الشكر لما طحين وسكر، سكر مو مطحون خشن، العفو يصير يتفتت. هذا ما ادري هيك احسان هلا بالتصميم وصلتوا لصاحب الديكور. العفو هيك تطلع القلوب بهالشكل هذا، هذا قلبي محترق. الله
اسم الله على قلبك طبعا العاشق الولهان مو لهالدرجة يصدقون الناس بعدين والله ما يسمعون شنو يصدقون الناس على أساس هي مو صدق سنة بعدنا بداية عام جديد عاشق الوطن بس بعدنا عاشق بداية الوطن. عام جديد والله ما هو هذا الوطن العاشق لا لا مو هالشكل شوف فراس المفروض تقول له بداية عام جديد وخلينا بلا أي مشاكل إن شاء الله أنا حسب العام كله خير إن شاء الله وبركة وسعادة على كل العراقيين اللي أرتب لك هاي شوية هي المفروض هالشكل حتى بعدين ممكن نعطيها إحنا شوية شكل على الوجه ونجهز التفاصيل في الباقي ارفع ايدك أنا ما قد طق انتهى العام دخلنا بيه انتهى موضوعه أنا على طول البرنامج كنت حاضرة إنه لا تنفجر وحدة من بس لا الحمد لله كملنا البرنامج بدون حوادث يعني إحنا هسه شو نسوي ممكن ننطيه مو طفي خلاص هاي ممكن ننطي شوية شوكليت الكل الطريقة هذه الغزيرة والبسيطة أيضا طبعا شوكليت بدأ يجمد لأن استوديو بارد هنا نخرج هذه تكسد شنة؟ لا لا هاي بهالشكل هذا ننطي رشة فستق أخرى أيضا مع العلم هو محشي بالفستق ومع الفستق بهالشكل صار طبقنا جاهز اسمحوا لي مشاهدين كرام ودعكم الآن على أمل لقاء بكم يوم الأربعاء إن شاء الله مع فقرة أخرى مميزة المطبخ صباح الخير يا عراق واقول لكم في مالا واتخص من زملاء ايضا شكرا لك شيف شكرا لك شيف وختامكم شكرا لك كل عام وانتم بخير مره ثانيه